نعود إلى هذه التغطية المباشرة مع النائب سامر الطوم عضو تكتل لبنان القوي. أهلا بك. مسي عليك. مساء الخير لكل المشاهدين. أهلا فيك. أنت من بلدة القاع الحدودية، مثل ما بيقولوا بكل عرس إلى قرص القاع، وهي كانت طبعا من أشد، خليني أقول، المقاومين في هذه البلدة. تحية لك ولأهل القاع. رح أبدأ معك بسؤال هيك خطر عبالي أنا وعم عد الحلقة، أنه بعد مواقف رئيس تيار الوطن الحر نائب جبران باسيل، هل تعتقد أنه بهذه المواقف قطع طريق النيابة عليك، الطريق النيابي المقبلة؟ يعني أول شيء مساء الخير لكل المشاهدين. تاني شغلي، أنا ما بقدر أنه نحن بهالوضع الحالي لازم نبلش نحكي عن انتخابات أو كيف رح تصير الانتخابات وأي متى رح تصير الانتخابات. نحن بالنسبة لنا بنطلع للانتخابات أنه هي تكليف لتخدمي ناسك، تخدمي أهلك. وهالتكليف فيك تعمليه وأنت نيبي، فيك تعمليه بغير مجاليات، خصوصي بمجال عملي أنا قدران أعمله. وبالتالي النيابة بتروح وبتجي، بس لازم يكون الأساس هو خدمة أهلك وناسك. بعدين بس مواقفه يلي صارت ضد حزب الله، عم جاوبك قطعت عليك الطريق. بعدين هذا الموضوع مرتبط بوقته، يعني بعد بكير كثير لنحكي بالانتخابات، بوقت عم يسقط شهداء، بوقت البلد كله عم يتعرض لعدوان. إذا بدك، نحن كتيار وطني حر، ولو جاوبك دغري بصميم الموضوع، نحن بالتحالفات أكيد بنقدر نجيب نايب، بينما وحدنا بقوتنا الذاتية، يعني كعدد أصوات كاتوليك ببعلبك الهرميل، نحن كل الكويتلي إذا كلهم صوتوا لنايب ما بيلحقوا حاصل. مش هيك سألتك، لأنه أصوات حزب الله صبت عندك عندما يهاجم الوزير باسيل. مش هيك بدك تفكري. حزب الله، أو خليني أقول بيزيح عنه. مش هيك هيدا الشيء ما بيخليك ترجع نايب. مش هيك بدك تفكري، بدك تفكري إنه هذا القانون معمول بطريقة بدك تأمني حواصل، وهالحواصل بدك تأمن أيام بتحالفات، أيام بقدرة ذاتية. نحن تحالفنا السابق كان مع حزب الله، قبله ما كنا متحالفين مع حزب الله، يعني 2018 ما كنا متحالفين مع حزب الله. وبالتالي هيدي الانتخابات النيابية مرتبطة بوقتها، يمكن نكون متحالفين مع حزب الله نقدر نأمن حاصل، يمكن نكون متحالفين مع حدا غير نقدر نأمن حاصل. بس هلأ تتخوف، يعني وضعك النيابي بتتخوف عندما يتحدث الوزير باسيل بيعمل فك ارتباط مع الحزب بيقول ما عاد حليفنا؟ مدام جويس، نحن مش انه نبطل حليفنا، نحن كان في تفاهم على عدة نقاط، هالنقاط صار فيها عليها لنقول إشكالية. بس بموضوع الانتخابات لا، نحن الانتخابات بوقتها بتصير، يمكن تحالفاتنا نقدر نعمل الحاصل ونقدر نعمل النواب، هذا ما له شيء، يعني ما له دخل هذا بهذا. فيك تتحالف مع كل القوى الموجوده على الساحه بعلبك الهرميل، القوى الاساسيه معروفه مني، بين هالقوى الاساسيه في اكيد حزب الله. وبعدين مثل ما نحن عم نتحالف لنأمن حواصل، الافرقاء الباقيين عم تحالف بغير دوائر لتأمن حواصل، يعني مثلا حيلا فريق سياسي ما رح نقعد نسمي بمحل من المحلات عايز حليف لحتى يأمن حواصل ووصل مرشحينه، مش علينا وحدنا. محرج أنت تجاه جمهور أبداً. حزب الله في المنطقة أبداً. بكل صراحة أبداً ليش بدنا نكون محرجين؟ نحن عم نحكي موقفنا بكل صراحة وعم نقوله، وهذا الموقف منه جديد اللي حكيه الوزير من كم نهار. هذا الموقف أنا كنت عم بطلع، الوزير باسيل عمل مؤتمر صحفي ب 26 أكتوبر 23 تقريباً، نفس الإشياء اللي نحكت بآخر مقابلة هن زيتون زي قالوا، وهذه قناعاتنا، ونحن بالآخر مجبورين نحكي قناعاتنا ولازم نحكي قناعاتنا. بس لماذا لم نتحدث بهذه القناعات سابقاً؟ لماذا انتظرنا إلى حين سقوط هذا الحزب ويصير، ما بدي سميه سقوط، يصير أضعف، خلينا نقول لنقول هذا الكلام. مدام جويس باباني عم قلك نحن حكينا عنه ب 26 أكتوبر، بس أنت ما سمعتيها. أنا اليوم عم بقرأ نحن ب 26 أكتوبر 23، يعني من سنة ب 23 أكتوبر 23 الوزير باسيل عمل مؤتمر صحفي، وبهذا المؤتمر الصحفي ما كان هالقد الكلام عالي، واضح ما كان عم بيقول له نحن أنت ما عدت حليفنا، ما كان عم بيقول له إنه طبعا هو قال نحن ضد حرب الإسناد. أكيد هذه حكيناها وقلناها، وكمان بهذا المؤتمر الصحفي ب 23 أكتوبر حدد الوزير باسيل وقال إنه نحن نقدر نتفهم الحرب إذا كان في مصلحة للبنان فيها، وأتحدث شو هن النقاط اللي لبنان له مصلحة فيهم، وقت حكي عن تطبيق القرارات الدولية 1701 ومؤتمرات القمة العربية اللي صارت ببيروت، وقت حكي عن حق لبنان بالدفاع عن ثروته المائية وثروته النفطية، وحكي عن حق لبنان باستعادة أرضه وحق لبنان بعودة اللاجئين. يعني فك الارتباط مع حزب الله بدأ من قبل، عم بتقول ارتباط، هو كان في تفاهم عن نقاط معينة
مش بس بموضوع غزة، إنما بأكثر من نقطة. حتى بالشأن الداخلي كان في أمور نحن وحزب الله ما كنا فيها على نفس الموجة، وإذا بدنا نسميهم بنبلش نسمي بموضوع الرئاسة، حزب الله كان آخذ خيار، نحن كان خيارنا غير. بموضوع الحكومة حزب الله كمان كان داعم للحكومة، بينما نحن بنعتبر الحكومة غير ميثاقية غير دستورية. وبموضوع استسهال جلسات التشريع اللي نحن بنعتبر أنه مجلس النواب ما لازم يشتغل في ظل غياب لرئيس الجمهورية بطريقة طبيعية، بينما هن كانوا يعتبروا أنه لا، يجوز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية. هي أمور جوهرية، أكيد أمور جوهرية. مشان هيك وقت عم تحكي حضرتك عن فك التحالف، وقت قلك أنه هيدي الأمور الجوهرية كنا قبل هالفترة نحن وياهم منا على نفس الموجة، ولكن لم يعلن فك الارتباط. ما قال لم يعد حليفنا، اللي هلأ عم بيقول حزب الله لم يعد حليفنا. وقت تجي تقولي للشخص الثاني أو للمكون الثاني أنه أنا ماني متفق معك بموضوع رئاسة الجمهورية، ماني متفق معك بموضوع الحكومة، ماني متفق معك بموضوع آلية عمل الحكومة، بموضوع جلسات مجلس النواب، وماني متفق معك بموضوع غزة، يعني هذه شو بدك تسميه؟ تحالف، فك تفاهم، شو بدك تسميه؟ بس هو هيك مساره. وضيف عليه أنه من قبل 2022 ما يطلع الرئيس عون من سدة الرئاسة كان في إشكالية على موضوع بناء الدولة، يعني نحن نعتبر أنه في محل من محلات كان لازم يكون حزب الله داعم للعهد لتحقيق بعض الإنجازات اللي بتصب مصلحة الدولة. مثل شو؟ أين لم يكن داعماً للعهد؟ نحن بورقة التفاهم بيننا وبين حزب الله بموضوع بناء الدولة حطينا كذا بند، واحد منهم مثلاً قضاء عادل ويثبت دولة القانون، وحطينا كمان دولة عصرية نقدر نمشي فيها لقدام، وحطينا بند ثالث كمان وقتها شو كان هو القضاء أو الاستراتيجية الدفاعية، ولا وقتها كان على موضوع الفساد، مقاومة الفساد، إنه نلاقي طريقة نقاوم الفساد ونحسن البلد. بس هي شعارات فضفاضة، الجميع يعلم إنه طيب هي شعارات. طيب يعني آخر النهار أنت وقت بدك تتفق أنت وحدا ما بدك تحكي، ما بدك تحاسبي عشي، بدك تحاسبي على أفعاله بعدين، بس ما فيك بوقت تحاسبي على أفعاله قبل ما تكوني عملت الاتفاق أنت. وصف لي العلاقة مع حزب الله اليوم من أي ناحية؟ هو اليوم شو هو صديق؟ عم وصف لك إياها. قال الوزير بس لم يعد حليفاً. طب هو شو؟ رح وصف صديق إياها. عدو، ما بدي أقول عدو، خصم لك. خصم رح وصف لك إياها بشغل كثير. يعني نحن علاقتنا مع حزب الله بفترة ولاية رئيس عون قلت لي كان في إشكالية اللي فيها هي موضوع بناء الدولة. بعد انتهاء ولاية الرئيس عون نحن في عنا كذا إشكالية صارت مع حزب الله، بينهم قصة الشراكة، لنختصرها بكلمة، الشراكة الحقيقية والتي تقوم على نحن شركة فعليين بالحكومة، لازم نكون بقرارات الحكومة، نحن لازم نكون شركة فعليين بالمجلس النيابي كيف لازم يشتغل، ولازم نكون شركة فعليين لبل لازم نكون الأوائل في موضوع رئاسة الجمهورية. وبالتالي نحن بكل هدول الأشياء ما كنا متفقين نحن والحزب. نحن علاقتنا اليوم نحن والحزب مثل كل المكونات اللبنانية، بنطلع وين مصلحة البلد، نحن حي الله حدا بنلاقيه مصلحة البلد بينظر لها مثل ما نحن بننظر لها، نحن ما عندنا مشكلة نكون بس ما وصفت لي اليوم شو بتعتبروه؟ لا قصدي فيها بالمباشرة، قصدي صديق، خصم، معت حليف، فهمنا، صديق، خصم، أو بتعتبروه مكون لبناني بنشتغل معه على القطعة؟ هذا اللي كنت عم جاوبك اياه. نحن ننظر اليوم، نحن نتمنى افضل العلاقات مع كل المكونات اللبنانيه امتداد كل الوطن، ونحن تحديدا مع حزب الله كيف في ورقه تفاهم بيننا وبينهم، يعني بعد في ان بلس بيننا وبينهم من هلا ورايح. نحن بنطلع على كل المواضيع حيث نرى انه البلد في له مصلحه، نحن بنكون مع الناس بنكون مع هالمصلحه، واللي بيكونوا معنا بنكون نحن متعارفين نحن وياهم بهالنقطه المعينه، يعني على القطعة. طبيعي مش على القطعة، لا على القطعة، على القطعة. نحن منا من دعاة القطيعة مع أحد، لا مع حزب الله ولا مع ولا أي مكون لبناني. آخر النهار كل هؤلاء الناس مدام جويس هن شركائنا بالوطن، نحن وياهم على طول موجودين بهالبلد، بدنا نعيش سوا اليوم وبكرة وكل الأيام. طيب هل تعتقد أنه حزب الله أدخل لبنان بما سماه مرحلة معركة إسناد غزة، أدخل لبنان إلى حرب كان لبنان بغنى عنها؟ نحن مدام جويس هيدا موقفنا كنت عم أقول لك من أول ما بلشت الحرب، نحن ضد حرب الإسناد التي فتحها حزب الله بوجه إسرائيل ب 8 أكتوبر. تلومونه وتحملونه المسؤولية؟ مسؤولية شو؟ الحرب؟ نعم. لا على إسرائيل ما بدها ذريعة لتشن عليك هجوم، والواضح من مسار الأعمال العسكرية إنه العدو الإسرائيلي محضر لحربه من زمان. بغض يعني النظر بس بغض النظر بس من نحن منقول حزب الله إذا بدك أسقط عن لبنان ذريعة للدفاع عن النفس. نحن كنا عطون نقول إسرائيل تعتدي علينا نحن مندافع عن حالنا، هذه كانت نحن من زمان وجاي عنا. هلا اليوم نحن ما فينا نقول هيك، نحن منقول إنه حزب الله هو اللي فتح حرب الإسناد على إسرائيل، وبالتالي هو يعني أسقط عنا
ذريعة الدفاع عن النفس، إنما إسرائيل يمكن كنت تعتدي علينا بعد فترة ما بلشت الأحداث، يعني افترضي بلشت بسبعة أكتوبر يمكن كنت تعتدي عليك بعدين، بس إنما حزب الله مثل ما قلت لك أسقط الذريعة. الأصوات الشيعية هو تحديدا أصوات حزب الله يلي انتخبوك نائب عن منطقتهم، ماذا تقول لهم اليوم؟ أنا أفتخر بكل صوت انتخبني إن كان مسيحي ولا إن كان غير مسيحي، بس أنا عطول هيدي بتطلع بالإعلام وبتطلع أيام من جهات معينة، بس أنا ما بحب رد عليها لأنه هي تجافي الواقع وغير حقيقية. أنت جبت 11,000 صوت. أي صحيح، بس بدي أقول لك شغلة، إنه أنا إلي الشرف إنه يكونوا اللي انتخبوني موزعين بكل قضاء الهرمل، وهذا بعلبك الهرمل، وهذا يختلف مثل وقت يكون في تكليف حيث بتلاقي إنه ضيعة معينة أو بلوك معين راح كبلي كله. أنا بانتخاباتي ما كانوا هيك، أنا مثلا في ضياع أخد فيها 10 صوات 100 صوت، هودولي من المرضى اللي أنا بحكمهم، أنا طبيب قلب وفي عندي كتير ناس بحكمهم هوني صار لي من 2007 بيشتغل. يعني بده يكون كل اللبنانيين هلا بدهم أطباء قلب، لأنه يمكن يعني قلبهم على النقزات وعلى الصواريخ وما عم نلحق. بس إنما بدي أقول لك شغلة، نحن كان في تحالف سياسي وأكيد حزب الله أعطانا أصوات، بس حزب الله بيجي بيعطيك لائحة بالأصوات بده يعطيك إياها بأي منطقة وبتشوفهم دغري، يعني ما بده سكة، بيطلع الواحد بيفتح حيالله سيت بيلاقي مثلا لنقول حربتا دكتور سامر اخذ 1300 صوت بلوك، هذه المحل بتشوفي البلوكات تذكر بتقولي هذول حسب الله عطاياهم لدكتور سامر. انما اذا بتروحي عفيسين من اصل 800 قلم او 800 وكسور قلم بعلبك الهرمل بتلاقي كل قلم اخذين فيه 5 اصوات 6 اصوات 7 اصوات، هذا شرف لنا نحن وقت ناخذ عند المكون السني، وقت ناخذ عند المكون الشيعي، وقت ناخذ عند كل المكونات اللبنانيه، هذا غدنا لنا وهذا شرف. بس في بلوك، في بلوك واضح بالمنطقه هو البلوك الطائفي الشيعي طبيعي، يعني هو اللي صب لك اصوات أبداً. اليوم انا سؤالي هو أبداً. هو مش هيك سؤالي، هو ماذا تقول للذين انتخبوك من مناصري حزب الله بعد التحالف مع الحزب اليوم مع استدارة الوزير جبران باسيل؟ شو بتقلهم؟ بتقلهم نحن أنتوا الحزب بيتحمل مسؤولية هيدا الحرب، ونحن شو بتوجه لهم رسالة؟ هن انتخبوك؟ ما عم قلك مدام جوز، نحن بنقلهم فيهم الناس حزب الله انتخبونا، بس فيهم الناس مش حزب الله انتخبونا. بعد بدي بس أقول شغلي قبل ما أجيبك على سؤالك، أنه كمان وقت نحن عملنا ستاتيستيك حتى بين المكون الكاثوليكي اللي أنا لازم أكون مثله، أنا جايب أكبر نسبة بالمكون الكاثوليكي، يعني أنا تقريبا جايب تقريبا 35 أو 40% من الأصوات الكتالية اللي أنا لازم مثلها بطاعتي الآن، أنا أخذ عند أكبر عدد أصوات، وبالتالي نجي نصور إنه بس هيدي أصوات الشيعة هي الوصية للدكتور سامر وما عنده بيئته بعلبك الهرمل. لا نحن عم نقول أكثرية. لا ولا الأكثرية، لهذه الأكثرية ماذا تقول؟ يا مدام جويس، نحن كل أصوات الكويت اللي ما بيطلعوا 10,000 صوت بعلبك الهرمل كله، يعني كل هذا بتنتخب ينتخب منهم 50% 60%. لكن من وين جبت 11,000؟ ما عم اقول لك، انا بالقليل في من مرضاي، انا بالقليل في 2000 3000 صوت من هدول الناس انتخبونا، وقلت لك انا في محل اعطانا حزب الله. طيب لهذا جمهور حزب الله الذي صوت لك بغض النظر عن الارقام، شو بتقوله اليوم عن موقفك يلي هو مخالف لرايه؟ بنقول له نحن ما خذلنا ولدية، ما خذلته برأيك؟ لا أكيد ما خذلته، هو انتخبك على أساس أنت مع هذا الخط وأنت مع أبداً. حزب الله أنت ما انتخبك على خيار سياسي معين، أنت انتخبك على تحالف انتخابي معين. طيب. والتحالف الانتخابي وقت تخلص الانتخابات كل واحد بيروح على كتلته. أكيد لو كان أكيد الجمهور ما انتخبك على بسيني. أكيد مش على التحالف، انتخبك على مسار. طولي بالك، لو كان القصد أنه أنت ينتخبك لتصيري بكتلة الوفاء للمقاومة له حق يحاسبك أنه أنت ليش ما كان موقفك هيك، إنما هو عرفان أنه أنت أخذت النهار وقت انتخبك أنت رح تكوني بتكتل لبنان القوي، وبالتالي أنت رح تمثلي سياسة هالحزب، مش سياسة هالحزب. نحن ما لنا حزب واحد، نحن حزبنا قد نتلاقى في مواضيع معينة، قد نختلف في مواضيع معينة، بس في مسار كان على أساس رايح دغري نقصم. هذا الشيء نورمال بالسياسة، أي حلفاء سياسيين ضلوا مؤبدين مع بعضهم، زلمة مرته بيطلق مدام جوز. انتو يعني لم يكن زواجا مارونيا اقله. قولي لي مين اللي تجوز ماروني بلبنان؟ مين اللي تجوز ماروني بلبنان؟ 14 اذار ضلت 14 اذار؟ ولا تفككت؟ شو؟ من هيدا الحديث بدي انقل معك الى مشهديه ما حصل في معرب. الا تعتقد انه هذه المشهديه محقة أو بتعتبرها مشهدية مش وقتها هلأ، خصوصا أنه في حديث عن 1559 والذهاب أكثر نحو أكثر تشددا نحو حزب الله، كيف تشوفها؟ بالأول بس فيك توضحي لي شو قصدك مشهديه معرب؟ يعني الاجتماع اللقاء يعني يلي حصل بمعرب، يعني شو قصدك تقولي لي؟ هل بالنسبة لي كان اجتماع وطني أو
شو؟ يعني هذا الاجتماع برأيك هو برأيك اجتماع محق لنطلع نقول فيه إنه لا نريد بقى لحزب الله يستمر بهذه الطريقة وكل هذا الكلام يلي نحكى وال 1559 وال 1701، أم تعتبر إنه هيدي لا أول شيء كانت مشهدية ناقصة من حيث الشكل لأنه مشكلة المعارضة كانت فيها، وثانية من حيث المضمون إنه والله مش هلأ وقتها نطلع نحكي بهالأمور؟ أنت تقريبا جوابتي على اللي أنا بدي أقوله. أول شيء أكيد ناقصة من حيث الشكل، لأنه نحن المعارضة إذا بدك تسميها بس المعارضة ما أنا القوات واحدة، إنما هي القوات وفي كذا حدا حد القوات. كنا يعني نحن أول شغلة سألناها ليش ما كانوا ممثلين على مستوى أعلى من حضور، يعني ببلش بالكتائب للتجدد للمستقلين لكل هدول الأشخاص نوقع مستوى الشكل هيدا، إنما نحن ما بحياتنا بنوقف عند الشكل، نحن على طول بهمنا المضمون. حتى بالمضمون المطالب بال 1701 ما انا كنت عم اقول لك نحن طلبنا فيه ب 26 اكتوبر 26 المطالبه بال 1559 زعجتكم؟ نحن مع المطالبه بكل تطبيق بكل القرارات الدوليه، انما مش بالطريقه يمكن اللي هن عم يحكوا فيها. نحن بنعتبر انه اليوم الاولويه للتطبيق وقفه اطلاق النار ب 1701، من بعدها هناك مسار لازم يكون ماشي لحتى نلاقي كيف بدنا نحصن لبنان، وهالمسار بده يكون في إذا بدك له عدة أوجه. أول وجه مراحل إذا بدك، هو أهم شغلة تعرف إنه مش وقت الحرب نحن بدنا نجي نقول بدنا ناخد سلاح حزب الله، هالسلاح اللي اليوم عم بيقاتل بجنوب واللي اليوم أولاد البلد عم بيدافعوا عن مناطقهم. اليوم أنت فيك تقولي أنا بدي سلح بدي أحكي بسلاح حزب الله وقت تخلص الحرب، مثل ما بيقولوا حينما تضع الحرب أوزارها ما بلش نحكي كيف بدنا نلاقي حل. نحن نظرتنا للموضوع هي مسار بيمشي بشيء اسمه استراتيجية دفاعية من مال، يعني كيف نحن بدنا نلاقي حل لحتى يكون هالسلاح بقيادة الدولة بتوافق اللبنانيين، وتاني شغلة بتدعيم الجيش وتمكين الجيش من فرض سلطته على كل الأراضي اللبنانية. وإذا بدك كمان بهالمنظومة اللي هي تقوية الجيش واللي هي شو اسمه الاستراتيجية الدفاعية، برأيي أنا في مكون أساسي بالدفاع عن لبنان هو تحصين وحدته الداخلية، وتحسين وحدته الداخلية ما بتكون إلا بشراكة فعلية وباحترام الدساتير وباحترام الدستور والقوانين. ما في دساتير، عندنا دستور واحد. يعني الأولوية عندكم ليست انتخاب رئيس إنما وقف إطلاق النار؟ أبداً هيدي الشيء وهيدي الشيء. طيب تقبلوا بانتخاب رئيس تحت النار؟ بنقبل. نحن بنعتبر تكوين السلطة السياسية هي جزء من الدفاع عن لبنان. اليوم أنت بدك حدا يكون بلبنان موجود عم يدافع عن لبنان بالمحافل الدولية عم يحمل قضية لبنان، وبالتالي هيدي مسألة شيء وهيدي مسألة شيء. نحن موقفنا اليوم نحن مع انتخاب رئيس اليوم قبل بكرة. طيب أي رئيس؟ سمي لي اسم بدو إياه التيار الوطني الحر. لا أنت مدام جويس بدي لك شغلي، عم تقارني بين فترتين. نحن 2014-2016 كان عنا مرشح وما كنا مستحقين أبدا نقول مرشحنا العماد هون، لأنه كنا نعتبر أنه له الأحقية الشعبية والنيابية أنه يعمل رئيس الجمهورية. نحن اليوم ما عنا مرشح، وبالتالي اليوم نحن مش عم نتصرف بقاعدة أنه عنا مرشح بدنا نوصله. نحن اليوم عم نتصرف على قاعدة أنه نحن عم بس عندكم مرشحين رافضينه، يعني يمكن بعد أسوأ. عندنا مرشح يعني ما ليش يعني ما عندك مرشح بس رافض، يعني رافض سليمان فرنجية ورافض قائد الجيش عماد جوزيف. حقك الدستوري والقانوني أكيد، لأنه هذا مش حقنا نحن نرفض فلان ولكن فلان. تبعتيني بديل، ترح لي بديل. إيه في اليوم نحن شو عملنا؟ نحن آخر مرة رحنا جمنا عملنا مثل إذا بدك جمعنا كل الأسماء المتداولة في الإعلام كلها سوا، ولحتى نكون شوي سيريو ومنطقيين شفنا أي هي الأكثر الأسماء اللي عم نحكى فيها، حطيناها كلها اللي موافقين عليها والمش موافقين عليها، ونحن قلنا بهدول الأسماء هاي مناورة. أنت أبداً. روحوا باسم متفقين أبداً. عليه أبداً. ليش ما بتروحوا باسم؟ ليه ما بتقولوا نحن بدنا فلان؟ لأنه نحن ما عنا مرشح نقول بدنا فلان. نحن اليوم القصد تلاقي رئيس توافقي يجمع أكبر عدد من الكتل النيابية. اليوم لو نحن بدنا نقول بدنا فلان كنا بنسمي حدا من يعني من حزبنا، يعني ليه ما بنقول بدنا فلان بدل ما نقول ما بدنا فلان وفلان؟ نحن قلنا نحن اصمناهم ثلاثة كاتيجوري، مش متل ما يعني تقولي حضرتك قولوا على يعني طريقة شعار القوات اللبنانية بدنا وفينا بدنا وفينا وشفنا شو بدنا وفينا. بس مش هون القصد، القصد انه انت اليوم عم ترجع على ما خلونا. هيدي شيء وهي شيء. لا بدنا بتعطيني اسم بدل ما ترفض الاسماء الاخرى. ايه اكيد طرح اسم فيك اليوم، ما انت طرحتي اكثر من اسم. حتى بدي اقول لك اكثر من هيك، حتى وقت عملنا التقاطع نحن والمعارضه لشو فكرتك نحن كنا نتمنى انه يصير تقاطع على اسم ولا اكثر من اسم؟
نحن قطعتوا على جهاد أزاوي وتقطعنا، كنا نحن نتمنى يكون التقاطع غير هيك. نحن إذا بدك رأينا كيف نتمنى يكون التقاطع، نحن كقوة مسيحية إذا بدك تسميها واعية كان لازم تتقاطع على برنامج ومن ثم تتقاطع على الاسم. نحن عم نتقاطعنا على اسم، يعني انت تعترف انه الاسم كان فقط هيك اسم بلا برنامج؟ انا ما بعترف، انا بقول انه بوقتها كان التقاطع ضروري من اجل خلق معادله معينه على الساحه الانتخابيه اللبنانيه. يعني دكتور حيدر ناصر كان ضيفي من شوي، قال لي انه دكتور ناصر. جهاد حيدر ناصر، نعم حيدر ناصر، نعم دكتور زميلك بمجلس انه بتعرفه ولو زميلك كان ضيفي، قال انه اسم جهاد أزعور لم يكن جديا وكان فقط مطروح للزكزكة. هن بيقولوا هيك، نحن بنقول لو كملت الانتخابات ما عم بتقلي مشينا بالاسم بلا مشروع. ايه يعني ما عملك بس يعني مش خيارنا، مش لا نحن مشينا وقتها كان في عندك طلب من باقي الافرقه انه نحن بدنا نتفق على اسم. نحن كان اذا بدك راينا نحن قبل ما نوصل نحن وياهم لمرحله تقاطعنا على اسم، نحن كان لنا خاطر انه يكونوا اكثر من اسم. ليش بده يبين انه نحن عم نفرض اسم على المكون الثاني فينا نعطيه اكثر من اسم، وانه نحن اذا بدنا نشتغل شغل لازم نتفق على اسم وعلى مشروع. هلا كل واحد منا، وهون اللي جاوبك على سؤالي، كل واحد منا تواصل معه للمرشح، يعني نحن تواصلنا معه لجهاد أزعور، غيرنا تواصل معه لجهاد أزعور، نحن بنعرف شو مشروعه المشروع لجهاد أزعور، انما نحن كنا متوافق كمجموعه انه يكون عندنا طرح انه اذا اليوم ما كان جهاد أزعور مين بيكون غيره؟ اللي بيكون اللي عنده نفس البرنامج اللي كنا بنتفق عليه. وصلت فكرتي؟ وصلت الفكرة. بس عندي سؤال، ما رأيك فلنذهب إلى تصريحات قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني عندما يقول أنه سيتحدث باسم اللبنانيين في جنيف وسيتحدث عن معاناتهم، بيرجع بيقول أنه الخامنئي هو ركيزة أساسية للشعب اللبناني، يستفزك هذا الكلام؟ أنا يستفزني التدخل بشؤون اللبنانية من أي طرف إجا. انت بتقشعي بس ايران، انا بقشع ايران وغير ايران. انا عم بسال عن ايران، انا عم بسال بس انا لانه مواقف علنيه كانت بشكل فاضح كل التدقيق. هلا بالنسبه لي بعدين قالك انا شو بيستفزني؟ انا العب دور المحاور وانا اللي بسال. انا بدي اقول لك شغله، مثلا نحن بس تتذكري اللقاء الشهير وقت اجى لعنا لودريان تنت الماضي مثل هالايام، وضل الاجتماع عندنا بينشر شي 5 دقائق، لانه نحن لم نقبل حدا من هاي المال يجي لنا هيك، ولم نقبل من هيدا من حدا من تاني مال يجي لنا. شو قال بوقت لودريان؟ كان بده يقلنا نمدد لقاء الجيش مذكوره، يعني معروفه مش انه عم نكشف سر، هيدي شغله. وقتها قلنا له نحن انتم بلد ام الشرائع، رب الثوره الليبرتي فراترنيتي ايجاليتي، جايين تطرحوا علينا نخرق الدستور. كل وقت يقول بدنا مديد، قال له أنتم بتقبلوا عندكم ببلادكم أنه نحن نخرق الدستور ونخرق القوانين كرمال الأشخاص؟ ماشي وبلودريان ويجرع يقول أنه هو بده يمدد لقائد الجيش. مشان هيك ضل الاجتماع يمكن 3 دقائق أو 4 دقائق بمير نشيلوحي وحمل حاله وفل الزلم. بس تقول لك أنه هذا لأنه اعتبرته تدخل بالشؤون اللبنانية، مثل ما نحن بنرفض التدخل الإيراني اليوم، نحن كمان رفضنا التدخل الفرنسي بوقته، ويعني واضح. واليوم نرجع من قلك تقولي لنا أنت مع لقال وزير الخارجية الإيراني أو رئيس مجلس الشورى الإيراني، من قالك أكيد لا. وعلى يعني لا، يعني عجبتك تصريحات رئيس حكومة الصيف العمل نجيب ميقاتي؟ مش عجبتني، هذا الموقف اللبناني الطبيعي. بتأيده؟ معني مش أوبيك، نحن نرفض أي تدخل لأي جهة بالقرار اللبناني، إن كان من هاي المال ولا إن كان من تاني مال. يعني بتقولي لي مثلا الأمريكان لازم يجوا يطلبوا منا شغلة ونقبل، بقلك أكيد لا، يمكن غيرنا بيقبل يمشي بالاشياء اللي بتطلبهم منا الامريكان. نحن لا بنقبل نسمع من الامريكان ولا بنقبل نسمع من الفرنسويه، نحن الشيء اللي بيحكم تصرفاتنا هو وين نقشع مصلحه البلد. طيب لما عم بتقول احنا ما بنمشي ما بتطلبوا ايران ولا ما، بس انتم كنتوا حليف مع حزب الله المرتبط ارتباطا وثيقا مع ايران، هيدي كمان مش نوع من انكم انتم كنتوا مربوطين بإيران؟ أنت سمي لي مدام جويس شي حدا من أفريقيا اللبنانيين، نحن منقول لك عن حالنا ما مرتبطين، بس سمي لي الباقيين اللي ما عنده لنقول وشوشات خارجية. ما كل حدا بيقول عن تاني هيك. لا نحن منقول لك عن حالنا، قولي لي وين وشوشونا. ما كل حدا بيقول عن حاله، قصدي عن حاله. كل حدا بيقول عن حاله أنا لست مرتبطاً ارتباطات خارجية. قولي بأي موقف نحن كنا مبينين انه اجى حدا وشوشنا وعملنا اللي وشوشنا؟ لا يعني انا عم بحكي عن مسيرتكم. انا بجاوبك يعني عم بعطيك قصه تمديد لقائد الجيش. انا بعرف ويمكن انت بتعرفي كمان انه هذا الموضوع فيه كثير ناس وشوشوا لبعض الافرقاء فيه ولا لا؟ مضبوط. مش انه في الامريكان اجوا طلبوا من بعض الافرقاء اللبنانيين انه بدنا نمدد لقائد الجيش وما بدنا نمدد لقائد الجيش، وصار اشياء ما قلنا بالعاده نشوفها وصارت.
نحن جميعا اللي بيحكمنا هو وين بتكون مصلحة البلد. نحن بنشوف مصلحة البلد هيك نمشي هيك، بنشوف مصلحة البلد مش مصلحتكم. إذا مصلحتنا بدها تتعارض مع مصلحة البلد أصليك ما لازم يكون، لأنه نحن آخر النهار شو السياسة؟ السياسة هي خدمة أهلك وناسك، ما فيك تخدم أهلك وناسك. حزب الله لجأ إلى الحرب وحط مصلحة البلد بالآخر. ما فيي أقول لك لشو وفات بالحرب، إن أنا فيي أقول لك إنه أنا ضد الحرب. لا أنا عم أقول لك هل يعني هو مصلحة اختار البلد عنده حتى بمراتب أخرى؟ لأنه لو فكر بمصلحة البلد ما كان فات على الحرب. يعني بدي عم تسأليني سؤال مش أنا لازم جاوب عليه، هذا السؤال لازم يتوجه. لا أنت تحديداً لا لازم تجاوب. أنا ما فيي أجاوب على سؤال ليش هن قرروا يفوتوا بالحرب، بس أنا فيي لا أنا عم أقول هل بدا مصلحة بلد آخر وعقيدة معينة على مصلحة لبنان نعم أم لا؟ ما فيي أجاوبك أنا. ليه محرش؟ لا أبداً، أنا اللي فيي أقول لك إياه أنا بقدر أعرف أنا ليش بعمل شغلي، بس ما بقدر أقول لك ليش غيري عم يعمل شغلي. يعني مثلاً قولي لي ما هلا قلت عن غيرك قولي لي مثلاً ساعتين هلا قلت عن غيرك إنه هو بيرضخ للأمريكاني وللفرنسي. طب ليه ما بدك تقول إذا أنت هالقد شفاف لماذا لا تقول إنه حزب الله بمكان ما رضخ إلى 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 ما بعرف. أنا ما أقول تقلي رضخ بس عمل مصلحة لبنان أولا. يمكن بفكره إنه اليوم إسرائيل إذا خلصت من حماس كان بدها تبلش بحرب لبنان. يمكن بحاسب على النوايا يعني أنا أقول لك يمكن هو افتكر إنه اليوم إذا عمل هو هالحرب الاستباقية على إسرائيل بيكون عم يجنب حاله حرب بعدين. يمكن هلا هو عم بفوت بمشروع اكبر في محور وعم بحارب لانه طلب منه او لانه هو اخذ القرار. انا ما في لك يعني هل هالقرار، السؤال اللي عم تسالي حضرتك، هل هالقرار الدخلي بالحرب كان قرار لبناني اخذه حزب الله، او قصدك انت بالعربي المشبرح قرار ايراني دفع بحزب الله للدخول بالحرب؟ مش هذا هو السؤال. انا ما في جوابك. شو بتشوف انت؟ ما فيك اكيد انا بشوف انه ما في مصلحه للبنان بالدخل بالحرب. هذه قلنا لك اياه. انا بقول لك يعني لما يعني بتقول لك انه ما في مصلحه لما بتقول لي ما في مصلحه للبنان انه يدخل بالحرب، يعني حزب الله فعل ما لم يكن في مصلحه لبنان، فعل ما لم نحن نراه في مصلحه لبنان. لانه يمكن هو يكون شايف، فانا ما شغلتي ارجع بدر لك شو، بس يمكن يكون هو شايف انه اليوم وقت هو عم يعمل حرب على اسرائيل عم يعطي مثل ونحن نقول عن الحرب ضد التكفيريين. مظبوط، هو بيقول انه نحن اليوم وقفتنا نقاتل بالحرب بسوريا ضد التكفيريين لانه نحن عارفين اذا خلصوا بسوريا كانوا جايين لعنا. في ناس من اللبنانيه اقتنعوا بهالفكره، في ناس من هاللبنانيه ما اقتنعوا بالفكره. مظبوط ولا لا؟ اليوم الواضح انه اسرائيل كمان كان عندها مخطط للبنان وبين بالعمليات الحربيه اللي صارت بينت. يعني اليوم بس ما هو العدو الاسرائيلي طولي بالك، بس البيجر التوكي ووكي كلها بتقولي بينوا انه اسرائيل محضره لحرب على لبنان. اليوم عامله مجهود وعامله شغل استخباراتي كتير كبير لحتين بكم نهار من بدايه الحرب قدت اسرائيل توصل لقيادات مهمه من الصف الاول بحزب الله. طب اذا هي محضره نحن شو محضرين لفتنا بالحرب؟ نحن شو عنا لفتنا نحن بالحرب؟ نحن وانت بتعرفي وكلنا بنعرف انه نحن وضعنا ما انه خرج نفوت بالحرب، مشان هيك نحن ضده. يعني شكرا. يعني وصل لحق يعني حزب الله اخطا في هذا القرار. حزب الله اخطا يمكن وقت اخذ هالقرار بالفوت بحرب غزه، انما اسرائيل يمكن ما كانت ناطره انه حزب الله يفتح عليها هالحرب لحتى تعمل لك حرب. بس من روح نحن يعني ما فينا نحاسب على النوايا. هلا انا وانت بنفكر هيك، يمكن مثل وقت كنا برجع بقيسة انا مثل وقت حربنا مع التكفيريين، يمكن في قسم من اللبنانيين كان يقولوا انه نحن ليش بدنا ندخل بسوريا بس يوصلوا علينا التكفيريين من قتلهم. انا ابن القاع الحدوديه اللي حضرتك كنت عم تحكي معها، انا كنت مع نظريه انه لا، وقت يكونوا بالقصير بعد عني فشختين مش مشكله اذا دخلنا بوقتها لحتى نحل الموضوع. عندي سؤال، تتعاون مع النايب انطوان حبشه؟ امبارح التقيت فيه والله. عندكم نفس المصاب يعني بدير الأحمر؟ طبعاً في أهالي وعدد كبير كتير من ضيوف، خلينا نقول ما بحب سميهم النازحين أو المهاجرين قصراً عن أرضهم ومنازلهم. نفس الشيء بالقاع صحيح؟ ما أساسا كل لبنان الموضوع صحيح. طيب شو بتلتقوا تحديداً أنت ودكتور أنطوان يعني حبشي؟ ما بكذب عليك ما حكيت أنا وياه بهالموضوع. التقينا بعزة نهار الخميس، يعني نحن اليوم نهار السبت من نهارين. بعزة ما التقينا بعزة؟ لا ما بنعمل جلسات سياسية نحن وياه، بنتمنى شي مرة تستضيف فينا هيك جلسة سياسية. تكرم عينك، هيك وقتها بنحكي سياسي. كان قبل بس بجلسة عزة، بجلسة عزة ما بتسيب، إنما
من المنظور الإنساني. في قاعدة مشتركة، في شيء مشترك بيناتكم. عم جاوبك من المنظور الإنساني. ما بقدر إنه في اثنين، لا مع الأستاذ أنطوان ولا مع غير الأستاذ أنطوان، نقدر نختلف بموضوع إنساني. فينا نختلف بموضوع سياسي وهذا شيء طبيعي وهذا شيء نورمال. إنما نختلف بموضوع سياسي، إنما نختلف بموضوع إنساني، هذا ما لازم يكون. يعني اليوم نكون حد مثل ما سميتي من حضرتك الضيوف اللي جايين على ضيعنا، هذا واجب. وقت يبقى عندك مكون من المكونات اللبنانية عنده مشكلة، لازم يكون حد. هل قدرت كيف تعاطت دير الأحمر مع هذا الكم من الناس اللي لجأوا؟ ولا مرة جويس أنا كنت فكر إن بعلبك الهرمي المنا هيك. في عندك ناس جربت تصور بعلبك الهرمي لأنه منا هيك، إنما بعلبك الهرمي اللي هي هيك. يعني بعلبك الهرمي اللي نحن منتشارك الأفراح، منتشارك الأتراح، عطول نحن حد بعضهم. قد ما في ناس جرب تحط حواجز بين المكونات، احنا بدنا تتشاركوا الوطن، يعني بمعنى انه يكون همكم كله فقط بناء هذا الوطن وبناء هذه الدوله. بالحديث عن بناء، وهذا اللي عم نعمله نحن، بالحديث عن بناء الدوله. اليوم في كلام عن فقط على الجيش اللبناني ان يمسك بالسلاح، ان يضرب بيد من سلاح، هو يكون موجود على الحدود، هو الذي يتولى امر حمايه جميع اللبنانيين. توافق؟ اكيد. نحن قلناها مدام الآن؟ لا هلأ زبطتي السؤال. عم بسأل الآن؟ هلأ زبطتي السؤال. لا لأن عرفتك رح تروح، عرفتك رح تهرب من هيديك. لا ما رح أهرب، عم شوبك بالمضبوط. أنت قلتي أنه اليوم بقى أنت رح أعطيكي مدام جوبيني علي دغري. طيب وقت كانت الحرب بين الجيش والقوات، هل فيك تقولي له كان للقوات سلموا سلاح كون دغري وقت الحرب؟ بس سلموا وقت الحرب. أنت جوابتي على السؤال، برافو عليك. دوك بعد الحرب شو عملوا؟ سلموا سلاحهم، مضبوط ولا لا؟ وبالتالي اليوم وقت الحرب انت وقت تجي تطلبي المطلب الاسرائيلي بتكوني عم تعملي انت عم تنفذي له بالسياسه اللي هو عم يجرب ينفذه بالعسكر. لنبلش من هون. طب في بده يصير في وقفه اطلاق نار، بده يصير وقفه اطلاق نار. بس يصير عندك وقفه اطلاق نار لازم يصير عندك، وبرجع بعيدها، لازم يصير عندك مسار. هالمسار لازم يكون يوصل لمحل تكون الجيش اللبناني باسط سلطته على كل الدولة اللبنانية. سأفترض معك حصل وقف إطلاق النار، ايه؟ شو بتعمل بسلاح حزب الله؟ نحن كنت عم شيء بيكون أرجع عليك إياه. نحن نطرح موضوع أنه أخذت النار بس يوقف الحرب، لازم يجي كل الأفرقاء اللبنانيين بالتوافق توصل إلى محل شيء اسمه استراتيجية دفاعية. كيف يجب أن يكون هذا السلاح في عهدة الدولة بقيادة الدولة وبالتوافق اللبناني؟ واستراتيجية دفاعية برجع بأكد لك هي ثلاث شقفات. استراتيجية دفاعية كيف بدك تضبطي السلاح، كيف بدك تسلحي الجيش اللبناني. يعني أنت اليوم بدك تيجي تاخدي عنصر قوة بإيد لبنان اللي دفع عن لبنان وقت الإرهاب، اللي دفع عن لبنان وقت ترسيم الحدود، بدك تيجي أنت تشيلي بلا ما يكون عندك جيش مسلح قادر على حفظ الحدود. لو بدك جيش تسليح جيش، بدك استراتيجية دفاعية، وبدك شعب متوحد على أساس اللي كنت عم قلك هون الشراكة. بس عم تحكي عن استراتيجية دفاعية، عنوان فضفاض أخذ معنا سنين ولم يطبق حتى بعهد الرئيس عون يلي هو حليف كان مع حزب الله. استسهل يعمل ترسيم حدود بحري مع العدو الإسرائيلي وما قدر يعمل يجيب سلاح الحزب إلى داخل الدولة. بعدنا عم نحكي بشعارات. تعطيني عم بتقلي مش هلأ، أنت يا مدام. طب أمتى سلاح الجيش سيفرض في الجنوب؟ أنا بعد رح أجاوبك باللي أنت كنت عم تقولي. أنت هل تحكمين عن النوايا؟ ما هلأ أنت عم تقولي للدكتور سامي؟ لا أكيد لا أكيد. الرئيس عون دعا على جلسات حوار من أجل مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. في عندك أفرقاء لبنانيين ما أجوا، ليش؟ لأنه اعتبروا أنه يعني جاءت إلى موضوع النوايا، يعني عم بحاسب لأنه اعتبروا أنه نفس الشعارات. هذا السؤال سألتك. أنت اليوم أنت اللي كنت عم تقولي أنه نحن كم طولة حوار عملت لاستراتيجية الدفاع؟ طولي بالك بس جاوبني. طولي بالك، نحن لا نحاسب على النوايا. اليوم أنت اللي عم تطالبي بموضوع سلاح حزب الله ليل نهار، كان واجبك قدام ناسك وقدام كل الناس بس ينضع على موضوع معالجة سلاح حزب الله تكوني موجودة، وإلا ما في. ونرجع نطلع بلا نتيجة ونرجع نحط شعارات. يا مدام تشويس، أنت في عندك خيارين اليوم كيف بدك تعالجي هالموضوع. في عندك خيار تجرب بالزمن 5-7 أيار، مزبوط ولا لا؟ يعني أنت اليوم تيجي تقولي أنا بدي أعالج السلاح أو موضوع السلاح بطريقة بدون حوار وتوافق وطني، يمكن اقل شيء ما راح اقول تؤدي للفوضى، مزبوط ولا لا؟ وهذا شيء جرب. يعني اليوم اللي بيجي بيقول لك انا بدي اعالج هالموضوع بهالطريقه بيكون شوي عم بيغلط. ما حدا عم بيقول بالقوه، بس عم نقول في قرارات دوليه. طولي بالك. اي هالقرارات الدوليه مدام جويس،
أنا رح استعرضهم كلهم أنا وأنت، قرارات دولية إذا بدي كبلي كفرجيكي وين إنه ولا مرة إسرائيل احترمت هالقرارات الدولية. يعني اليوم أنت أكيد مش مختلفين، خلي قبل شيء من 181 اللي هو تقسيم فلسطين، وهذا قرار جمعية عمومية مش قرار مجلس أمن، 194 قرار كمان جمعية عمومية بخصوص عودة اللاجئين، 242 انسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللي احتلت بال 67 هذا بما يخص فلسطين واللي ما طبق منهم ولا أنهم، 425 لما يخص لبنان هذا طبق لأنه شرعية دولية طبقته ولا لأنه صار في عندك مقاومة في جنوب لبنان وصلت بال2000 لتحرير لبنان. بعدين اليوم عم قدام عينين كل العالم إسرائيل عم ترتكب المجازر بحق الأطفال وبحق الأبرياء إن كان بغزة وبكان بلبنان، ووقت نحن بدنا نحكي عن الشرعية الدولية بدك تسألي وين هالشرعية الدولية بهالموضوع. إسرائيل جويس بس ما قلت لي ايمتى سينتشر الجيش، اعطي لي ايمتى، حط لي هالمسار، ما بقى تقول لي شعارات استراتيجية دفاعية. لا 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 هين كتير، بكره بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، بيندعى رئيس حكومي ببرنامج السياسي تبع الحكومة لازم يكون فيه دراسة وأقرار استراتيجية دفاعية بقيادة الدولة اللبنانية حيث الدولة بتكون المرجع الأساس فيه وبتوافق جميع اللبنانيين، لأنه أنت عم تقول يعني أنت يعني تقول أنت إذا حزب الله رفض تسليم سلاحه بيبقى على سلاحه لأنه عم تقول عن توافق. أكيد يعني ما يعني برجع بقول لك يا مدام جويس، يا مدام يعني أي دولة بدأت أي دولة بدأت تركب الجنوب وبكل لبنان، نتفق على شغلتين، هل فيك تشيلي هالسلاح أنت بالطريقة الخشنة مثل ما كنا عم نحكي؟ ما جربناها، واللي بجرب المجرب بيكون عقله مخرب. جربناها هاي الخبرية 5 أيار 7 أيار وهيدي الطريقة أقل شيء وصلت لنزاع داخلي، ما رح أقول إنه في فريق انتصر على فريق، في فريق عمل مع فريق. إذا أنت بدك تراهني على الخارج لنزع هذا السلاح بتكوني أنت بلشت عم تشتغلي غلط كمان. يعني اليوم أنت هذا السلاح ما بدك تنطري أنت متغيرات خارجية تفرض عليك واقع سياسي بالداخل وما بدك تتركه إلى أبد الأبدين، ولا بدك تتركيه إلى أبد الأبدين لأنه إذا تركته حينترك. مشان هيك اليوم كل الدولة اللبنانية من رئيس الحكومة لرئيس مجلس النواب عم بيقولوا نحن مع تنفيذ القرار 1701. هالقرار 1701 كلنا لازم نقول أوكي خلينا نبلشوا بعدين، لابد ما نلاقي طريقة، لأنه اليوم طيب ما كل لبنان تأزم من هالحرب، وهالحرب منا بس ضد حزب الله، اليوم المدنيين تقتل، الإسعاف والطواقم الطبية، الصحفيين يقتلون، الأبرياء في منازلهم، وبالتالي هاي ما تفكري إنه حرب هي بس على مكون لبناني، هي على كل لبنان، وبالتالي كل لبنان ضرر، وكل اللبنانيين لازم يشتغلوا بحس وبمسؤولية لمعالجة هالموضوع. صلنا لختام هذه الحلقة، قطع الوقت بسرعة بركي على النقاش. عندك أي كلمة بتريد توصلها إلى الفريق الآخر اليوم لتقله؟ مين يعني الفريق الآخر؟ ما بعرف، صار عندكم كتير أفريقاء آخرين، ما في حدا من يمكن بقى. نحن ما عندنا عدوات، ما حدا ما تجاوب. ما في عدوات. طب كل الأفريقاء في هذا البلد إلى المسؤولية في هذا البلد ماذا تقول بكلمة أخيرة؟ نحن عندنا خصومة بالسياسة، وهذا الشيء طبيعي يكون عندنا خصومات وعندنا آراء ونظرات تختلف بيننا وبين حدا تاني، هذا شيء نورمال. بس إذا حتى طالما كنت عم تحكي عن وسيلة التفاهم بيننا وبين حزب الله، أول بند فيها هو الحوار. الحل مشاكل البلد كلها بتكون بطريقة بالحوار البناء اللي بيوصل لهدف معين وبيجنب البلد المشاكل والمخاطر الجاية. أستاذ سامر توم، شكرا لك على هذه المقابلة، على أمل كمان إجراء مقابلات أخرى. قلت لي حبيت القعدة بالاستديوهات الـ MTV. كل شيء غير، كل شيء حلو، برافو. شكرا لك مشاهدينا الكرام، نحن مستمرون بهذه التغطية المباشرة مع الزملاء، إلى اللقاء.